طبعا من المجال الامني التنسيق تام وتام، يعني ما بين مختلف ما بين الجهتين. بالنسبه للتهريب، لظاهره التهريب، فسوف نكافحها يعني نكافحها على طول، سواء كان الطرف الجزائري او التونسي. فيما يخصنا التهريب، يجب على الجميع أن تتلاحم ما بينتهم الجهود كي نعمل حد لهذه الظاهرة التي تنزف الاقتصاد الوطني مهما كان. هذه بالنسبة للتهريب، اللي هي نقطة مهمة ومهمة جدا، ولا نتسامح مع هؤلاء المجرمين المهربين الذين يستنزفوا الاقتصاد الوطني مهما كان، وسوف نحاربهم بكل ما يقتضي به القانون.